هذا اللقاء هو لقاء سيدخل في نطاق النهوض بالحقوق الأجيال الجديدة اللي هما تنحسس أنا بالنسبة لي الحقوق عندهم علاقة مع العيش اليومي ديال المواطنين وكي يطلبوا منا عمل إضافي للتفكير أولا للتعريف أكثر بهم وخاصة أنهم حقوق ستتطور وتتابع وتواكب طلبات الاجتماعية. اختارنا أننا نأخذ هذا الموضوع من جانب تفعيل ديال هذه الحقوق والحماية هي وسيلة من وسائل التفعيل، ليست هي الوسيلة الوحيدة ولكن هي من بين الوسائل ديال التفعيل ديال هذه الحقوق الجديدة. وحنا تنشكروا المعهد العالي للقضاء اللي قبل يشاركنا في هذا اللقاء، وهذا خاصة أن هذه الحقوق عندها خصوصيات. أولا هي ديال التضامن ماشي حقوق فردية، ثم ثانيا هذه الحقوق ملي تقول الحق في الماء التزويد بالماء هو طرف من هذا الحق. إذن هذه الحقوق تتوسع مجال الفاعلين، الحقوق السياسية والمدنية التشريع والعدالة هما اللي كانوا تيدخلوا، الآن التنفيذي في الحكومة سيتدخل مع المقاولات ومع المجتمع المدني ومع الجامعات اللي اليوم تدرس بصفة مداومة قضية حقوق الإنسان، وخاصة أن الدستور ديال 2011 كيعترف بهذه الحقوق. عندنا البند مثلا 31 تيقول أن الحق في الماء، الحق في التنمية المستدامة، الحق في البيئة السليمة، كلهم حقوق من الجيل الجديد، ويطالب المؤسسات بالعمل على التفعيل وأخذ الوسائل الكافية لتنزيل هذه الحقوق على أرض الواقع. إذن اليوم تعقد هذه الندوة برحاب المعهد العالي للقضاء بشراكة مع المندوبي مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط المثرى سلا. الندوة حول حماية حقوق الإنسان وهي في مضمونها من خلال ورقة أطرية لهذه الندوة وسوف تركز على الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان. نعلم أن الدستور المغربي لسنة 2011 تضمن مجموعة من الحقوق التي تنتمي إلى الأجيال الجديدة كالتنمية المستدامة كالمناخ التضامن إلى غير ذلك من هذه الحقوق المعروفة دوليا. الهدف من إقامة الندوة هو تسليط الضوء على هذه الحقوق وهذه الأجيال الجديدة لتنزيلها على أرض الواقع من خلال آليات يعني جديدة، وخاصة ما يتعلق بالولوج إلى العدالة. هناك عدة يعني الحقوق هي مفعلة على أرض الواقع، هناك مجهودات تقوم بها السلطات العمومية من خلال السياسات العمومية في مجال التشريع في مجال الإدارة، وهناك بعض الحقوق الأخرى لا زالت تنتظر دورها لتنزيلها على أرض الواقع. الندوة نتمنى أن تخلص إلى خلاصات في هذا الشأن.